الله يغرق السقف لهذه السياسه هذه. شنو عطات في هذا الاقليم تاع رودان؟ نخب سياسيه جد جد ضعيفه. انا كنطالب من السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم تاع رودان السي حسين مزال والعمله ديال تاع رودان، عاونونا بشي بركه، بغينا نصاوبوا واحد الاسطبل القياس اللي هز لينا واحد 69 بغل. اقليم تاع رودان فيه 89 جماعه، غادي نحيدوا واحد 20 رئيس جماعه لفائده الشك، ربما يكونوا مزيانين ما بغيناش نعممو، ولكن كاين واحد 69 رئيس جماعه في اقليم تاع رودان غير البغل حدا خوه. بغينا واحد الاسطبل يهز لينا واحد 69 بغل، 69 بغل كيترأسوا جماعات في اقليم تاع رودان، ولكن الا غنديروا اسطبل نعزلوا فيها 69 بغل، شحال يقدنا باش نعزلوا واحد العدد ديال الحمير اللي صوتوا على هاد البغال؟ لان لا يمكن تلقى بغل في جماعه بلا ما يكون وراه واحد الفرق ديال الحمير. الا كاين شي رئيس جماعه بغل فراه الحمير اللي صوتوا عليه وهما اللي طلعوه. بعض رؤساء الجماعات الترابية لإقليم تاع رودان أثناء تدشين الإسطبل الذي سيأويهم وقد سمي بإسطبل مزبلة التاريخ تخليدا لهم على ما قدموه في حق هذا الإقليم من سرقة ونهب وسوء تسيير وتدبير.